بسم الله الرحمن الرحيم. بنستكمل مع بعض المحاضرات الخاصة بمادة المايكرو بروسيسور سبرينج 2022. طبعا امبارح في المحاضرة بتاعتنا اتعرفنا على معنى المايكرو بروسيسور، يعني المايكرو بروسيسور ده عبارة عن ايه، وزي ما قلنا ان المايكرو بروسيسور دوت المفروض ان هو كومبوننت هاردوير كومبوننت موجود داخل الكمبيوتر بتاعك، المفروض ان هو بيقوم بالارثماتيك اند لوجيك يونت والكنترول اوبريشنز، يعني بيقوم بالعمليات الحسابيه والعمليات المنطقيه. عشان يقدر يقوم بهذه العمليات لازم بيبقى في معاه ملحقات بتساعده ان هو يقوم بهذا العمل، وده اللي كان الكلام اللي قلناه امبارح. فقلنا ان احنا عندنا حاجة اسمها البروجرام كاونتر، الداتا ريجستر، الادرس ريجستر، الاكيوميليتور، الانستراكشن ديكودر، الكنترولر سيكوينسر، كل الحاجات ديت ملحقات مع المايكرو بروسيسور، انها المفروض ان هي يعني بتأدي كل حاجة من دول تاسك معين، بحيث انها تأدي الوظيفة الرئيسية اللي عندنا هي عملية الارثماتيك واللوجيك operations، ان هي تقدر انها تقوم بالعمليات الحسابية وتقوم بالعمليات المنطقية. طبعا شرحنا التاسك بتاعت كل واحدة من دول، يعني مهم قوي تعرف البروجرام كاونتر بيعمل ايه، الادرس ريجستر بيعمل ايه، الداتا ريجستر بيعمل ايه، الاكيوميليتور، الانستراكشن ديكودر، الكنترولر سيكوينسر. دي من اهم الحاجات اللي لازم تكون عارفها من المحاضرة اللي فاتت. برضو ذكرنا الميموري. الميموري المفروض الذاكرة، والميموري ديت مكوناتها ايه، ادرس وداتا، بتتصل بالمايكرو بروسيسور عن طريق باصص، في الادرس باص وفي الداتا باص وفي الكنترول باص، والكلام ده برضو ذكرناه امبارح. يبقى كل الحاجات دي لازم حضرتك تبقى عارفها، بالاضافة ان احنا قلنا ان المايكرو بروسيسور بيبقى فيه ستورد بروجرام، برنامج مخزن، عشان ايه؟ يخلي الهاردوير ده يشتغل. يعني اي جماد ملوش سوفت وير يصبح كما هو، يعني زي الكرسي مثلا، الكرسي ده جماد، هل في سوفت وير معين بيخليه يتحرك؟ مفيش، فانت اللي بتحركه بتشيله من مكان لمكان. لكن لو انت عايزه هو اللي يعمل اوتوماتيك بشكل تلقائي من غير تدخل منك، يبقى في سوفت وير هو اللي يعمل ده. فالحال بالنسبه لنا بالنسبه للكومبوننت اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو المايكرو بروسيسور، اي كومبوننت داخل الكمبيوتر بيبقى ليه ايه، لازم بيبقى ليه سوفت وير يشغله. من غير السوفت وير اصبح جماد لا قيمه له، انت اللي بتحركه بنفسك، انت اللي بتقوم بانك انت بتعمل اي حاجه، انت اللي بتعملها بنفسك. لكن انا مش عايز كده، انا عايزه هو اللي يعمل. فعشان تخليه هو اللي يشتغل لازم تديله مخ. المخ ده اللي هو مين؟ السوفت وير. زي حضرتك كده، لو ما فيش مخ عندك يبقى كل الجوارح بتاعتك مش هتعمل، حركه ايدك، بصرك، انك سمعك، كل الحاجات دي اشارات المخ هي اللي بتبعتها، او الخلايا العصبيه بتاعت المخ هي اللي بتبعت عشان انت تستشعر بكل الحاجات اللي حواليك. فده نفس الشيء يعني بالنسبه لنا، يعني معنى كده الايه، السوفت وير اهميته ايه بالنسبه للهاردوير. طيب هنستكمل الكلام بتاعنا بقى دلوقتي. احنا قلنا ان احنا عايزين مثال عملي او تطبيقي ل ان لو في عمليه بتتم، سواء ارثماتيك او عمليه لوجيك، ارثماتيك او لوجيك اوبريشنز بتتم ازاي، المايكرو بروسيسور بيعملها ازاي باستخدام المساعدين بتوعه. يعني احنا شرحنا امبارح المساعدين اللي هما البروجرام كاونتر وزي ما قلنا والادرس ريجستر والداتا ريجستر، كل واحده التاسك بتاعها ايه. طب احنا عايزين بقى مثال تطبيقي ونشوف ان كل واحد بيأدي دوره ازاي في هذا المثال. فلما نيجي نتكلم عن هذه الجزئيه بنتكلم زي ما قدامك في السلايد، لازم تفهم حاجه اسمها فيتش واكسكيوت سيكونس. ايه فيتش وايه اكسكيوت؟ لازم تفهم المعنى ده، الفيتش يعني ايه ويعني ايه اكسكيوت. يعني انا لما باجي انفذ عمليه، المايكرو بروسيسور بيعمل عمليه سواء هي ارثماتيك او لوجيك، لازم بيعدي على مرحلتين. لازم بيعدي على مرحلتين، ايه المرحلتين؟
مرحلة الفيتش ومرحلة الاكسكيوت. ومن معناهم الفيتش يعني ايه؟ بتجيب الحاجة، فيتش بقول لك فيتش الحاجة يعني جيب احضر، اكسكيوت نفذ. فهما مرحلتين، مرحلة احضار ومرحلة ايه؟ تنفيذ. واللي انت بتعمله هو ايه؟ هو الانستراكشن. يبقى انت بتنفذ انستراكشن، يعني بتنفذ السوفت وير بتاعك بينفذ عن طريق الحاجات اللي هي اللي موجودة داخل المايكرو بروسيسور. يبقى هنا هو بقى كاتب لي في السلايد مكتوب قدامي ان الاول الانستراكشنز بدايه انيشيالي في البدايه بتتخزن في الميموري. يعني في انستراكشنز انا عايز انفذ مثلا عمليه جمع او طرح، طب العمليات دي الاول بتتخزن فين؟ في الميموري. طيب يبقى اول خطوه ايه؟ لازم اجيب الانستراكشن دي من الميموري. مين اللي يجيبها؟ المايكرو بروسيسور، الام بي يو المايكرو بروسيسور. وايه تاني؟ الانستراكشن دي جابها، طب وبعد ما جابها يعمل ايه؟ ينفذها. يبقى هنا في اول حاجه انستراكشن متخزنه في الذاكره، المايكرو بروسيسور يجي دوره بقى يعمل ايه؟ يحضر يفيتش هذه الانستراكشنز. يفيتش يعني ايه؟ يحضر هذه التعليمات او الاوامر، وبعد كده يعمل ايه؟ ينفذ هذه الاوامر executed، يعني ينفذها بالمايكرو بروسيسور يونت. يبقى ممكن نقول كده ان الاوبريشنز بتتقسم لايه؟ لتو فيزز، مرحلتين، هي مرحله الفيتش ومرحله ايه؟ الاكسكيوت. طيب تعال نشوف، شوف هذا الكلام. برنامج اهو، مثال اسامبل بروجرام، عينه من برنامج، برنامج كده بسيط عشان نفهم هذا المعنى. مكتوب ايه في البرنامج؟ مكتوب اوامر كده في البرواز اللي باللون الاصفر، مكتوب ايه؟ ال دي اي. هنعرف يعني ال دي اي دي يعني كانك حمل رقم معين، اللي هو رقم ايه؟ هو مكتوب عندك بالديسيمال هو رقم 7، واد 10 يعني اجمع عليه 10، وهالت يعني كانك ايه؟ انهي ايه البرنامج، يعني البرنامج ينتهي على كده. بص ثلاث اوامر اهو، ثلاثه انستراكشن متخزنين فين يا جماعه؟ في الميموري. طيب دور المايكرو بروسيسور بقى هيعمل ايه فيهم؟ زي ما قلنا لازم ايه؟ يفيتش الكلام ده، يحضره، وبعدين يكسكيوت ينفذ هذا الكلام. طب تعالى نشوف، هو كاتب تحت اهو في فيرست انستراكشن، سكند انستراكشن، ثيرد انستراكشن، يعني اللي هم الثلاث اوامر اللي عندك، والثلاث اوامر دول متخزنين فين يا جماعه؟ في الميموري اللي هو راسمها لك كده على اليمين، شكل كده للميموري. واحنا زي ما عرفنا الميموري بتبقى عباره عن مجموعه من اللوكيشنز، كل لوكيشنز في داتا، بيحتوي على داتا معينه، بيانات معينه، يعني ادرس وداتا. طب تعال نبص كده، اول انستراكشن زي ما انت شايف كل انستراكشن من دول في مرحلتين، مرحلة للفيتش ومرحلة للايه؟ للاكسكيوت. السكند انستراكشن برضو في حاجتين، فيتش واكسكيوت. تعال نشوف كده، هو كاتب ايه في الفيرست انستراكشن؟ كاتب ارقام كده باينري، انا مش فاهم ايه الارقام الباينري اللي هو كاتبها، يعني كاتب لي ارقام باينري. يعني اول سطر عندي في الفيرست انستراكشن كاتب ايه؟ انا هقرا من ناحية الشمال واحد وثلاث اصفار، وبعدين صفر واحدين صفر، ده اللي مكتوب قدامي. وكاتب جنبها كده ايه؟ اوب كود فور ال دي اي. نفهم من كده ايه؟ اوب كود يعني الكود الخاص بهذه الاوبريشن اللي اسمها لود. يعني احنا قلنا امبارح ان كان عندنا في الانستراكشن ديكودر بيبقى فيه 8 بيتس، صح؟ متخزن فيه 8 بيتس، البيتس دول عباره عن زيروز وانز، الزيروز وانز دول مترجمه لاوبريشن معينه، اللود، الاد. اللود يعني حمل، زي كده موف، يعني زي امر موف، يعني زي حمل، تحمل داتا. فدي الكود بتاعها اهو. طب واحد يقول لي هو ده كود ثابت لللود دي، يعني لود ايه ده؟ الامر ده خدت بالك ال دي ايه
الامر ده الكود بتاعه الاوب كود بتاعه اهو. طب واحد يقول احفظه، لا هو ده الاله عارفاه. ما احنا قلنا ان المكنه ما بتفهمش غير مجموعه من الاصفار والوحايد، فالاصفار والوحايد بهذا الشكل اللي هي واحد وجنبيه ثلاث اصفار صفر واحد صفر يعني ال دي اي. يبقى ده ادي اهو اوب كود، وبعد كده السطر اللي بعديه انت بتلود حاجه معينه، رقم صح ولا لا، اللي هو كنا قلنا امبارح اسمه ايه، نظير الفاريبل اللي هو الاوبرند. ما احنا كنا في السي بلس بلس بنقول ان انا الرقم بعبر عنه باسم الفاريبل او بقيمته، باسمه او بقيمته. يعني لما بقول سي اوت اكس او سي اوت خمسة، الخمسة دي يا اما بقول له سي اوت رقم او اقول له سي اوت اسم الفاريبل اللي فيه الرقم. فهو هنا عاملها بالطريقة اللي هي ايه، ان هو حاطط الايه القيمة على طول، ماشي. يعني دي تعتبر هي دي الاوبرند، القيمة يا قيمة او مسمى او تمام، قيمة او اسم. فالسبعه دي عادي في السطر بقى بتاع السبعه ده مش امر، ده اوبراند. فالاوبراند يكتب لي قيمته بالباينري، فقيمته كام يا جماعه؟ اللي هي اهي اللي هي السبعه المتعارف عليها بالباينري اهي، اربع اصفار زيرو تلات واحد اللي هي باينري اهي. وخلي بالك ان انا بعبر بثمانيه بيتس، يعني في الكلام بعبر بثمانيه. ده فيرست انستراكشن. طب تعالى نشوف في الميموري ايه اللي موجود عندي اهو. الحاجات دي بقى القيم دي كلها متخزنه في الميموري. ادي اول تو لوكيشنز بنتكلم عنهم. لو افترضنا ان دي ان هم موجودين دول في بدايه الميموري بتاعتي، يعني ادي الميموري العنوان الاولاني اللي هو 8 اصفار، العنوان الثاني اللي هو 7 اصفار وواحد، العنوان الاول موجود فيه الاوب كود اهو بتاع اللود، العنوان الثاني موجود فيه مين يا جماعه؟ موجود في الاوبراند. قيمة الاوبراند اللي هي كام؟ اللي هي الاصفار الخمس اصفار وثلاث واحد اللي هي قيمة السبعة. ما هو ده اول انستراكشن واخد ايه؟ واخد تو لوكيشن في الميموري، واخد تو ايه؟ تو لوكيشن. طب السكند انستراكشن اللي هو اد برضه هياخد ايه؟ مكانين، لان زي ما نقول بيتنفذ على مرحلتين. محتاج ايه برضه؟ اوب كود لاد، الاد دي الاوبريشن كود، الكود بتاعها ايه؟ الاد دي ليها كود، فالكود بتاع الاد اهو هو مديهوني واحد وجنبيه ثلاث اصفار واحد صفر واحدين، وده هو الاوب كود ثابت للاد. يعني لما بستخدم اد هو ده الكود اللي بيعني ان انا بعمل اد. طب بالنسبه للاد ايه؟ 10 لازم رقم، فده الاوبرند. فالعشره دي برضو العشره بكتبها ازاي بقى؟ العشره اللي انت عارفها بقى، 10 بالديسيمال احولها لباينري. فالباينري المناظر ليها اللي هو مين؟ اقول له اربع اصفار واحد زيرو واحد زيرو، يبقى ده الاوبرند. يبقى دول مكانين تانيين اهو. بص بقى في الميموري المكانين اللي بعد المكانين الاولانيين الاول والتاني اللي فاتوا، بيجي بقى الايه؟ المكان بتاع عمليه الاد، الاوب كود بتاع الاد اهو اللي انا مشاور عليه ده، وبعدين الايه؟ القيمة بتاعتي بقت ايه؟ 10 اهي. خلاص؟ 10 اللي هي مين؟ 4 اصفار 1 0 1 0. يبقى ده كده فين؟ كل ده انا بتكلم على الداتا اللي موجودة في الميموري، لأن أنا بقول إن أنا الأول إن الإيه؟ البيانات دي كلها موجودة في الميموري، طبعًا موجودة في الميموري في صورة 0 وانس زي ما أنا إيه موضح كده. بعد كده الخطوة اللي بعد كده إحنا هنعمل إيه؟ هناخد الكلام ده المايكرو بروسيسور هياخده هيفيتشو الأول وبعدين يعمل له اكسكيوت زي ما هنشوف. ماشي؟ يبقى احنا لحد دلوقتي لسه ما زلنا في ايه؟ في مرحله الايه؟ ان الايه؟ البروجرام متخزن فين؟ في الميموري. تالت انستراكشن بقى اللي عندي اتش ال تي. ف اتش ال تي ده الاوب كود بتاعه. طب هو بيهالت حاجه معينه رقم؟ لا مفيش اوبراند هنا. ما عنديش اوبراند. ما هو زي ما انت شايف هنا مفيش رقم بعد هالت لان انا خلصت. كاني بقول لك اقفل البرنامج، يبقى مش محتاج احط رقم. طيب يبقى انا دلوقتي ايه؟ هحتاج الاوب كود بس. يبقى كده هنحتاج نحط في الميموري الايه؟ الاوب كود المناظر اهو. يبقى انا محتاج اهو كام مكان دول يا جماعه؟ من صفرين لزيرو اربعه، كام دول؟ خمس اماكن، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، ادي دول. المفروض حضرتك
الداتا دي اللي موجودة عندك دي خلاص، هي بقى المايكرو بروسيسور اللي هياخدها هيعملها فيتش، وبعد كده هيعملها ايه؟ اكسكيوت. تمام كده؟ طيب يبقى انا عندي برنامج اهو متخزن في الميموري، المفروض الام بي يو اللي هو المايكرو بروسيسور يونت هيفيتش هذا البرنامج عن طريق ان هو يفيتش الايه؟ الكودز اللي عنده اللي موجوده في الميموري، البيانات اللي عنده اللي موجوده في الميموري ويعملها اكسكيوت. طب تعالى نشوف بقى، يبقى نتكلم على مرحله الفيتش الاول وبعدين مين الاكسكيوت. طب تعالى نشوف كده، نرجع ل اهو نرسم الرسمه بتاعتنا اهي، ادي الميموري وفيها البيانات، ادي الادرس، خمسه ادرس احتاج خمسه لوكيشن، كل لوكيشن الكونتنتس بتاعه ايه، وبيقول لك على جنب كده الاوامر دي معناها ايه، يعني بيقول لك الحاجات الداتا اللي موجوده بزيروز وانز دي معناها ايه. طيب فوق ده مين بقى؟ المايكرو بروسيسور يونت او دوره بقى متكون من ايه يا جماعه؟ ارثماتيك لوجيك يونت عشان يعمل العمليه بتاعتي سواء الحسابيه او المنطقيه، والرجاله بتوعه مين هم؟ الاكيوميليتور، البروجرام كاونتر، الادرس ريجستر، الداتا ريجستر، الانستراكشن ديكودر، الكنترولر سيكونسر. دول اللي هيعملوا ايه يا جماعه؟ اللي هياخدوا هم اللي هيقوموا بالدور بتاع الفيتش والاكسكيوت. هنشوف ازاي. نبدا بالفيتش، نشوف بقى ترتيب الخطوات، يعني دي الخطوات هي دي اللي بتتعمل، يعني بتمشي حاجه حاجه. اول حاجه، اول خطوه الكونتنتس، المحتوى بتاع البروجرام كاونتر. يبقى اول حاجه البروجرام كاونتر، اول حاجه عندك هي محتوى البروجرام كاونتر. ليه؟ انا هبدا اجيب حاجه معينه افيتش. فالبروجرام كاونتر احنا قلنا امبارح بيعمل ايه؟ انه بيقول لي رقم الايه، انت في انهي انستراكشن. فمهم قوي ان اول واحد يدي رقم هو البروجرام كاونتر، ان البروجرام كاونتر انيشيالي هو ده اللي يبدا انك تتعامل معاه. فهو بيحصل ايه بقى؟ المحتوى بتاع البروجرام كاونتر بنفترض انه انيشيالي كله بصفار، يعني كان دي اول برنامج انت بتنفذه فكله زيروز. بيقول لك المحتوى اللي موجود في البروجرام كاونتر بيتنقل للادرس ريجستر، يعني دلوقتي البروجرام كاونتر كله صفار، انيشيالي كله صفار، كل الاصفار دي اللي عندك الثمان اصفار دول هيتنقلوا في الادرس ريجستر. يبقى الادرس ريجستر بقى فيه هو الثمان اصفار، يبقى دي اول خطوه. يبقى اول خطوه ايه؟ المحتوى بتاع البروجرام كاونتر بيتنقل في الادرس ريجستر، دي اول خطوه. يعني هو هيعمل عمليه الفيتش، عايز يحضر الداتا اللي موجوده في الميموري. فاول حاجه بيعملها البروجرام كاونتر، الداتا اللي موجوده فيه الكونتنتس بتاعه بيتحط فين؟ في الادرس ريجستر، يتنقل الادرس ريجستر، دي اول خطوه. طب وانس، يعني اول ما خلاص بقى الداتا كلها راحت للادرس ريجستر، يعني اول ما كل الداتا او الكونتنتس اللي موجود في البروجرام كاونتر يروح للادرس ريجستر، يجي البروجرام كاونتر تزود عليه واحد. نخلي بالنا انكريمنتد باي 1، انكريمنت يعني ايه؟ انكريمنت الكلمه دي مش جديده عليك، المفروض خدتها في السي بلس بلس. كلمه انكريمنت يعني زود واحد، يبقى هو هيعمل ايه؟ هيزود واحد. يبقى البروجرام كاونتر كان كله صفار، بقى اول حق واحد عندك، اول بيت على اليمين بقت بواحد والباقي صفار، كانه عمل انكريمنت بواحد. ليه؟ لان لما يجي امر بعد كده البروجرام كاونتر هيبقى ايه؟ بقى فيه واحد، هيعرف ان ده ايه الرقم واحد، يعني ان الامر الجديد هيبقى رقم واحد، وبعد ما ينفذه يروح مزود واحد استعدادا للامر اللي بعد منه، زي ما هنشوف يعني. طيب المهم يبقى كده يبقى اول خطوه عشان بس نرتب امورنا، ان الداتا اللي كانت موجوده في البروجرام كاونتر اتنقلت في للادرس ريجستر. تاني حاجه البروجرام كاونتر هيزيد عليه ايه؟ هيزيد عليه واحد، يبقى الكونتنتس بتاعه بدل ما 8 اصفار اصبح 7 اصفار وواحد. طيب تاني حاجه نيكست، قال لك الكونتنتس
المحتوى بتاع الادرس ريجستر هيتحط على الايه، على الادرس باص. احنا ايه اللي بيربط ما بين المايكرو بروسيسور والميموري؟ باصص انترنال وايرنج، الوايرز الداخلي اللي هو عباره عن ايه، الباص. والباص انواع، في ادرس باص وفي داتا باص وفي كنترول باص. دلوقتي انا هستخدم الادرس ريجستر بيتواصل مع الميموري عن طريق الادرس باص، يعني انا عايز انقل المحتوى بتاع الادرس ريجستر للميموري. ايه في الميموري؟ للادرس بتاعك بتاع الميموري. هو في ايه اصلا الادرس ريجستر؟ كان في 8 اصفار زي ما قلنا، فال8 اصفار دول عايزين يتنقلوا فين؟ في الميموري اهو، عن طريق مين؟ عن طريق الادرس باص. يبقى كده في بقى تواصل ما بين الايه، المايكرو بروسيسور يونت والميموري. ان انا عندي ايه اول حاجه بتحصل؟ ان اللي موجود في الادرس ريجستر بيتنقل في ايه، في الادرس بتاع الميموري، يعني يتنقل على اول لوكيشنز في الميموري، عند اللوكيشنز بتاعه الميموري اللي هي دي. خلاص. طيب الكونتنتس بتاع السيلكتد ميموري، طبعا هو راح للحته دي في الميموري او راح لده الثمان اصفار، خلاص، يشوف ايه المحتوى اللي فيه، ايه الداتا بتاعته اللي هي دي، اللي هي واحد وثلاث اصفار وصفر وواحدين صفر، اللي هو يعني كلمة لود، هو يعني كاتب مينيمونكس دي هنعرف اللي هي كاتبها في الجدول بتاعي، يعني معناها ايه؟ معناها معنى الكود ده ايه؟ معناه لود، حمل. طيب المفروض الطبيعي انه عايز الكونتنتس ده داتا، يبقى الداتا دي تتنقل لمين يا جماعه في المايكرو بروسيسور؟ في الداتا ريجستر. يبقى الميموري، الميموري الداتا اللي موجوده في الميموري في اللوكيشن اللي هو الاولاني اللي هو 8 اصفار، الداتا دي هتروح لمين؟ للداتا ريجستر اللي موجوده في المايكرو بروسيسور، عن طريق مين؟ الداتا باص. خلاص كده. طيب بعد هذه الاوبريشنز، الاوب كود المعنى بتاع الاوب كود متخزن فين؟ في الداتا ريجستر. يعني انا دلوقتي الداتا ريجستر اللي هو خاص بالبيانات متخزن فيه الكود بتاع مين؟ بتاعي اللي هو الاوب كود، الاوبريشنز كود الخاص باللود. ده الاوبريشن كود او الاوب كود الخاص بعمليه اللود اللي انا مشاور عليه ده. خلاص. طيب بعد كده ايه اللي بيحصل؟ احنا ما زلنا في الفيتش، كل ده بنحضر. مين بقى القيم اللي عندي دي المفروض تتنقل لمين؟ مين اللي بيقول ان دي اسمها لود؟ الانستراكشن ديكودر. مش احنا قلنا ان الانستراكشن ديكودر بيبقى فيه، بيحتوي على 8 اماكن، 8 خانات، كل خانه منهم بتتحط فيه زيروز او وانز، والمحتوى بتاعها ده بيعبر لك عن ايه الاوبريشن. طب ما هي الاوب كود دي اللي انت عايز تعرفها انها اسمها لود، اللي يقول لك ان اسمها لود مين؟ الانستراكشن ديكودر. يبقى المنطقي ان انا لما نقلتها في الداتا ريجستر اخد المحتوى بتاع الداتا ريجستر انقله لمين؟ للانستراكشن ديكودر. وهو ده اللي حصل بالفعل زي ما انت شايف كده. يبقى المحتوى اللي موجود في الداتا ريجستر هيتنقل لمين؟ للانستراكشن ديكودر، والانستراكشن ديكودر هو ده اللي عارف ان دي لود. طب مين اللي هيخليه ينفذ؟ هو خد القرار انها لود، مين اللي هينفذ ان دي لود او يقول لك ان دي لود؟ الكنترولر سيكوينسر. انت بتبعت الداتا بتاعتك اللي موجوده في الانستراكشن ديكودر دي للكنترولر سيكوينسر اللي بيولد السيجنال المناسبه اللي اللي بتعمل عمليه اللود. يبقى هو بيبلغ مين؟ الكنترولر سيكوينسر بهذه الحقيقه. والسيكوينسر بيعمل ايه؟ بيعمل الكنترول بالس، بيعمل بلسات نبضات عشان ينفذ هذه الانستراكشن. بعد ما ده خلص كده الفيتش خلصت، هو كده احضر الايه؟ الامر بتاعه اللي هو ايه؟ اللي هو الخاص باللود. كده عمل الفيتش، يبقى كده عمل عمليه الايه؟
مرحلة الفيتش. المرحلة التانية هي ايه بقى؟ التنفيذ. فهو بينفذ بقى، يبقى كده هو احضر الاوبريشن بتاعي، بعد كده هينفذه. المرحلة التانية بقى اللي هي مرحلة الايه؟ الاكسكيوت. الاكسكيوت فيز بقى بيتم ازاي؟ تعال نشوف كده. نفس البداية هي بقى بيحصل ايه؟ الايه؟ الام بي يو عرف دلوقتي انها لود، خلاص؟ فالمفروض انه يكاري ينفذ هذه الانستراكشن بانه يقرا النكست بايت اوف ميموري، يعني عايز يعرف هو هيلود ايه. انت المفروض عايز تعرف انت هتلود ايه بالظبط. ما انت لو عملت لود ايه؟ فعمليه الاكسكيوت بقى هي اللي هتوضح له هو هيلود ايه. ماشي؟ الفيرست ستيب، اول خطوه زي الخطوه بتاعه الفيتش. احنا كانت الخطوه الاولانيه كانت ايه؟ ان المحتوى اللي موجود في البروجرام كاونتر، لا الادرس، ايوه اللي موجود في البروجرام كاونتر، ادرس ريجستر، ايوه قلت ادرس ريجستر. اللي موجود في البروجرام كاونتر بينتقل الى مين؟ الى الادرس الادرس ريجستر. ريجستر ايوه صح تمام. يبقى اللي موجود في البروجرام كاونتر بينتقل الى الادرس ريجستر، خلاص. فهنا اللي موجود في البروجرام كاونتر كان كام؟ اخر حاجه كان فيها البروجرام كاونتر كانت كام؟ اللي هي 7 اصفار وفي الاخر واحد. فالكلام ده هيتنقل فين؟ في الادرس ريجستر. طيب والخطوه اللي بعد كده كان ايه اللي بيحصل؟ برضو نفس الكلام. يجي بقى البروجرام كاونتر يزيد واحد، برضو نفس السيكونس. البروجرام كاونتر ماله؟ يزيد واحد. طب هو البروجرام كاونتر كان عنده عليه كام؟ كان عليه واحد. لما يزيد الواحد عليه واحد يبقى كام؟ باتنين، واتنين بالباينري بتبقى عبارة عن ايه؟ زي ما معمول قدامي في البروجرام كاونتر اهي، اللي انا لو انا بقول من اليمين 0 1 والباقي صفار، مش ده الاتنين؟ اهو. طب الخطوة اللي بعد كده ايه؟ ان كانت الكونتنتس اللي موجودة في الادرس ريجستر بتتنقل للميموري عن طريق الادرس باص، زي ما انت شايف كده. فاتنقلت اللوكيشن اللي بعديه، خلاص. بعد كده برضو ايه اللي كان بيحصل؟ القيمة اللي عندي اللي هي السبعة اهي، اللي هي قيمة الاوبرن، بتتحط فين؟ برضو نفس الطريقة في الداتا ريجستر اهي، في الداتا ايه؟ في الداتا ريجستر اهي، اتحطت اهي في الداتا ريجستر اللي هي الايه؟ السبعة. نفس الكلام. طب اختلاف بقى اللي هيجي في الاكسكيوت دلوقتي، انت هتخزن، انت محتاج الانستراكشن ديكودر هنا او الكنترولر سيكوينسر، محتاجهم؟ لا محتاجهم في ايه؟ انت مش محتاجهم، انت اللي فاتت كنت محتاج الانستراكشن ديكودر عشان تعرف العمليه دي ايه، لان اللي متخزن في الداتا ريجستر هو الايه؟ الاوب كود. فانت الاوب كود بينتقل لمين؟ للانستراكشن ديكودر، عشان الانستراكشن ديكودر يقول ان دي عمليه لود. لكن انت دلوقتي اللي منقول فيه الداتا ريجستر هو مين؟ قيمه الايه؟ الاوبرند. فالقيمه اللي هي 7 دي عندنا في الاكزامبل هتنتقل لمين؟ مين قلنا اللي بيجمع الناتج؟ الريجستر اللي بيجمع الناتج لما جينا شرحنا الاكيوميليتور. هو هنا الاكيوميليتور ده قلنا الريزلت النهائيه. طب ما هي دي الريزلت النهائيه اللي هي كام؟ اللي هي السبعه في العمليه دي. هو حمل السبعه، يبقى النتيجه النهائيه هي السبعه. خدت بالك؟ فهو كده حمل السبعه في الاكيوميليتور، اتحطت فين؟ في الاكيوميليتور. يبقى كده الايه؟ الاكسكيوت بتاع العمليه دي، بتاع الانستراكشن الاولانيه، انتهت. يبقى كده عرفنا ايه اللي حصل في عمليه الفيتش وعمليه الاكسكيوت بالنسبه للانستراكشن الاولى اللي هي عمليه اللود، هي دي بس اللي بتتم. طب بالنسبه بقى للايه؟ للانستراكشن الثانيه، العمليه الثانيه نفس الكلام ايه؟ هيحصل بس للايه؟ للامر الثاني بتاع الاد. تعال نشوف برضو نفس الحكايه، هيبقى في عندي ايه؟ فيتش واكسكيوت. طبعا هو هنا بقى ايه؟ لما جه عمل عمليه الاد راح رسمها بالرسمه بقى، لان هو قبل كده ايه؟ قعد يشرح. فتعال نشوف هو الرسمه دي معبره عن عمليه الايه؟ الاد. تاني انستراكشن عندي كانت الاد، يمشي بنفس الخطوات في الفيتش. ايه هي؟
الداء اللي موجود في البروجرام كاونتر ماله يتنقل فين؟ في الادرس ريجستر. يعني هنا موجود اتنين، الاتنين دي تتنقل فين؟ في الادرس ريجستر. وبعدين البروجرام كاونتر تزيد واحد، بس هو مش موضح الزياده الواحد دي، يعني الاتنين تبقى تلاته عشان مش هتبان في الاف نفس الرسمه. فالمفروض ان البروجرام كاونتر تزيده ايه؟ تزيد واحد. طب وبعد كده ايه اللي يحصل؟ اللي موجود عندي في الادرس ريجستر يتنقل للميموري عن طريق مين؟ الادرس باص. طب اللي موجود عندي ده اتنين، اتنين يبقى انا هروح للوكيشن اللي هو اتنين ده، اللي هو ده اللوكيشن ده، يجي يعمل ايه؟ ياخد الداتا، يقرا الداتا اللي موجوده عنده في هذا اللوكيشن، اللي هي الداتا دي عباره عن ايه؟ الاوب كود بتاع عمليه الاد، الاوب كود بتاع عمليه الاد اللي هي 1 و3 اصفار زي ما ذكرنا، و1 0 و1 1. فهيعمل عمليه ايه؟ يبقى فاهم انها هيعمل عمليه اد. يبقى طب هيفهمها ازاي؟ عن طريق انك هينقل الكود بتاع الاد، الاوب كود بتاع الاد اهو، هيتنقل فين؟ في الداتا ريجستر. طب بعد ما نقله في الداتا ريجستر، مين اللي يعرفه ان دي اد؟ الانستراكشن ديكودر ياخد البيانات دي من الداتا ريجستر ويترجمها الاد عن طريق مين؟ بلصات نبائض بتولدها الكنترولر سيكونسر. مين اللي بيبلغ الكنترولر سيكونسر؟ الانستراكشن ديكودر. يبقى كده عرف انها عملية ايه يا جماعة؟ عرف انها عملية ايه؟ عرف انها عملية اد. دي المرحلة بتاعت التيتش بتاعتي. طب المرحلة التانية هي ايه؟ مرحلة الاكسكيوت. تعال نشوف كده. دلوقتي اخر حاجة فيها البروجرام كاونتر كانت ايه؟ الاتنين لما كانت زادت بقت تلاتة زي ما احنا شايفين. البروجرام كاونتر المحتوى اللي فيه يتنقل لمين يا جماعة؟ للادرس ريجستر. واللي موجود في الادرس ريجستر يتنقل للميموري عن طريق الادرس باص اهو. يبقى انا كده في اللوكيشن ايه ده، عرفنا انا فين اللوكيشن. اشوف الداتا، اقرا الداتا اللي موجودة في هذا اللوكيشن اللي هي قيمة العشرة. هو بيقاد عشرة، خلي بالك هو بيقاد عشرة على مين؟ ها، على السبعة اللي كانت موجودة. يعني المفروض، يعني انت عملت لود سبعة قبل اد عشرة، فانت خزنت سبعة، لما بتقاد عشرة على السبعة، يعني الناتج يطلع كام في الاخر؟ 17. وهنعرف الكلام ده بقى قدام لما ندخل في الاسمبلي، لان دي اللغة بتاعت الاسمبلي لانجوج. طب المهم، فاحنا عندنا العشرة، فاول حاجة العشرة هتتخزن في الداتا ريجستر. طب العشرة ده ايه؟ ده دي عملية ايه؟ اكسكيوت. يبقى ملوش دعوة بالانستراكشن ديكودر. سؤال، دلوقتي هيروح على الاكيوميليتور ولا هو هيعمل عملية حسابية؟ هو اللي هيعمل عملية حسابية. هيعمل، يبقى محتاج مين عشان يعمل له العملية الحسابية؟ مين اللي محتاجه؟ العنصر المهم، ها، مين أرثمتيك لوجيك. اليونت اللي اسمه ارثماتيك لوجيك يونت. هيدخل واحد منه من الداتا وواحد منه من الاكيوميليتور. الاكيوميليتور كان فيه سبعة، مش احنا قلنا المجمع بيبقى واخد واحد من الاوبرم، والداتا واخد واخدة بقى واحدة تانية. الاكيوميليتور، بعدين فالاكيوميليتور، ابدل النتيجة بالاكيوميليتور. الناتج النهائي هيتحط في الاكيوميليتور اللي هو 10 زائد 7 ب 17. ادي طالع من الارثماتيك لوجيك يونت، داخل له السبعة اللي جاية من الاكيوميليتور، وداخل له العشرة اللي جاية من الداتا ريجستر. الناتج راح داخل على مين؟ على الاكيوميليتور. يبقى ده الاكيوميليتور المجمع. خلاص، بس يبقى كده هو عمل الاكسكيوت بتاع الاد. يبقى شفت بقى. طب فاضل مين؟ فاضل اخر انستراكشن. اخر انستراكشنز بنعتبر بقى ان هو بيعمل ايه؟ رغم ان هو بيعمل العمليه بس بتاعت هالت اللي هي انهي، فبنقول عليها انها دي فيتش واكسكيوت، لان هي ملهاش اوبرند، هي ملهاش رقم. فنفس الحكايه، محتوى البروجرام كاونتر ينتقل الى الادرس ريجستر. التلاته كانت زادت واحد بقت باربعه، ده الاربعه اهي 001 والباقي اصفار، ده الاربعه. يبقى الاربعه دي تتنقل فين؟ في الادرس ريجستر. محتوى الادرس ريجستر ينتقل الى الميموري عن طريق مين؟ عن طريق الادرس باص.
بعد كده انت واقف على اللوكيشن ده، شوف الكونتينتس بتاعتك، الداتا اللي موجوده عندك، تنتقل هذه الداتا لمين؟ للداتا ريجستر. طب دي عمليه، ده اوب كود، يبقى محتاج الانستراكشن ديكودر عشان يقول له الاوب كود ده عباره عن ايه. فبينقل المحتوى بتاع الداتا ريجستر، ينتقل الى مين؟ الانستراكشن ديكودر. مين اللي يخلي بقى الحاجه دي تتنفذ؟ هو عارف انه ايه هالت، وقف. مين اللي ينفذها؟ الكنترولر سيكونسر، بان هو بيبعت ايه نبائض مناظره للـ A1 والزيرو اللي انت باعتها، فده الكنترولر سيكونسر بس، مفيش حاجه تاني، لان هي ايه مش بياخد اوبراند معين. فدي بنقول عليها انها كانها الفيتش والاكسكيوت في نفس الوقت بتاعت الهالت اوبريشنز كده. كل انستراكشنز وضحنا فيهم ازاي بتتم عمليه الايه الفيتش والاكسكيوت للانستراكشن الواحده، وده اللي بيتم داخل المايكرو بروسيسور. يبقى انا عندي برنامج بيتخزن في الميموري، بيجي المايكرو بروسيسور، المفروض ان هو بياخد الداتا اللي موجوده في الميموري دي ويتعامل معاها زي ما احنا شفنا كده بمرحلتين، اللي هم مرحله الفيتش ومرحله الاكسكيوت. في اي تساؤل بالنسبه لنا في هذه الجزئيه يا جماعه؟ لا دكتور تمام. ها واضح. طيب هو كده نعمل ستوب شيرنج. هو كده يا جماعه المحاضره، يعني ليكتشر وانز في البي دي الباوربوينت بتاعتنا انتهت، وعندنا متسع من الوقت ندخل في ايه في المحاضره الثانيه. فهفتح بقى المحاضره الثانيه، بس في اي اسئله بالنسبه لنا في المحاضره الاولانيه؟ لا كده تمام يا دكتور. طبعا انت كده كده بتسمع الفيديو، خدتوا بالكم اول باول، على اساس ان الايه الامور تبقى واضحه بالنسبه لك. يعني احنا دائما وابدا لازم نذاكر اول باول، وزي ما انت شايف المحاضرتين بتاخدهم حد واتنين، يعني ايه سهل انك انت تتابعهم، مش ايه مش متباعدين عن بعض. يعني لسه محاضره واخدينها امبارح واستكملنا نفس الكونسبت ونفس الفكره فيها النهارده. طيب ليكتشرز 2 واضحه قدامنا كده. هو خلي بالك ان السلايد هم خمسه باوربوينت، يعني خمس ملفات بس، فمش شرط ان انا التزم. يعني زي ما انت شفت الليكتشر الاولانيه احنا خدنا جزء منها وبعدين كملنا فيها ودخلنا على ليكتشر تاني، يعني مش ماشيين احنا ايه مش ماشيين المحاضره بالملف كله. هو احنا انا بعت لكم الخمس ملفات امبارح، شفتوهم؟ بعتهم على الجروب. ايوه دكتور تمام. هم دول ايوه بتوع دكتور المحتوى شفتهم. كله، دول بتوع المحتوى كله بتاعنا يعني ان شاء الله. ندخل بقى في الكونتنت بتاع المحاضره دي. بنتكلم فيها على يعني بدايات الاسمبلي لانجوج اللي احنا بنتكلم عنه. احنا كل شويه عمالين نقول ايه اللانجوج، يعني انا لما كتبنا البرنامج عينه البرنامج دي انت عايز تعرف هي دي اتكتبت ازاي، فدي مكتوبه بطريقه الاسمبلي ايه الاسمبلي لانجوج. فبنتكلم عنه بقى ايه الابلكيشنز التطبيقات بتاعته، وبنتكلم على حاجه اسمها الانتجر ستورج سايزز. طبعا احنا دلوقتي زي ما خدت في السي بلس بلس كان عندك مخازن تخزن فيها الداتا، كذلك الامر هنا عندنا. فاحنا هنتكلم على المخازن الخاصه بالانتجر. انت كنت في السي بلس بلس كانت المخازن عندك انتجر بس ولا كان ليها حاجات تانيه؟ ايه وايه الانتجر الاول اللي يكون الناس مش عارفه يعني ايه انتجر؟ انتجر إن هو يكون عدد. عدد ايه؟ طب ما هو او اي حاجه عدد، ما عدد فهمتش. صحيح، عدد الاعداد صحيحين. الصحيحه، ايوه كمل الكلام. الاعداد الصحيحه يعني ايه؟ يعني رقم ما فيهوش علامه عشريه، خلاص، سواء بوزيتيف او نيجاتيف تمام. لكن في اعداد تانية غير الاعداد الصحيحه، اللي هي الاعداد اللي فيها حاجه عشريه، يعني 2.5 2.3 4.6 ده ما يعتبرش انتجر. كان بنقول عليه ايه في السي بلس بلس؟ بنقول عليه ايه؟ نوعه ايه ده بدل انتجر؟ بنقول نوعه اسمه ايه؟ حد فاكر؟ دبل او فلوت. دبل او فلوت، تمام. يعني هنا هنقول عليه فلوت برضو، هنقول هذا الكلام ان شاء الله. فيبقى كده برضو، يبقى احنا كده الحمد لله فاكرين نوع الايه المخازن. يعني المخزن لازم تبقى عارف نوعه
عشان لو انت اديته نوع، يعني قلت له انه انتجر، ما يصحش انك تخزن فيه علامة 20. خدت بالك؟ يعني ما ينفعش لما تخزن فيه رقم فيه كسر مش هياخد الكسر باعتباره. فكان احنا مصنفين انك لازم بتحدد النوع. فاحنا هنا مثلا قايلين مثلا هنا هنتكلم اكثريه على الانتجر، على الارقام الصحيحه، وبنتكلم على تطورات ايفولوشن، يعني تطور الايفولوشن، يعني تطور المايكرو بروسيسور، التطور ماشي ازاي، والاكسكيوشن الانستراكشن اكسكيوشن سايكل، الدوره الكامله بتاعه الاكسكيوشن في عائله ال 86 بروسيسورز، والريجسترز. احنا قلنا ان في ريجسترز، الميموري الداخليه بتاعتنا بتاعه البروسيسور بتسمى ريجستر، يعني احنا جوه البروسيسور ما بنقولش ميموري، الميموري دي يعني بره البروسيسور، الذاكره اللي خارج البروسيسور بنقول عليها ميموري، انما داخل البروسيسور الذاكره اللي بنستخدمها اسمها ريجستر، عشان نبقى فاهمين المصطلح. يعني انا ما اقولكش لما اقول ريجستر تفهم انه ده داخل ايه؟ جوه البروسيسور، زي احنا لما خدنا الداتا ريجستر، الادرس ريجستر، الاكيوميليتور، البروجرام، كل دول كانوا ريجستر. ما قلناش عليهم ميموري، ليه؟ لانهم جوه الريجستر، جوه المايكرو بروسيسور نفسه. خلاص؟ فايه انواع الريجستر؟ هل هم بس يعني مثلا لو انا بتكلم على سواء ان انا ادرس او داتا او اكيوميليتور، نوعهم ايه الريجستر دي؟ خدت بالك؟ في انواع. طيب، دي برضه هنتعرف عليها. اول حاجه الاسمبلي لانجويج ابلكيشنز، التطبيقات بتاعه الاسمبلي لانجويج. قال لك في الاول في الايرلي دايز، يعني ايه الايرلي دايز؟ يعني زمان خالص في البرمجه، معظم البروجرامينج او الابلكيشن بروجرام كانت بتتكتب بالاسمبلي لانجويج. ليه؟ قال لك لان البروجرام لازم يتناسب مع السمول اريا اوف ميموري، الميموري بتاعتنا كانت الحجم بتاعها صغير زمان، احنا كنا بنتعامل مع ميموري صغيره. فالاسمبلي مناسب للاحجام الصغيره بتاعت الذاكره دي، يعني الذاكره الصغيره دي مناسب معاها. وكان بيشتغل بكفاءه كويسه جدا، as efficient as possible. طب لما اجهزه الكمبيوتر اصبحت اكتر باورفول، يعني اكتر قوه، البرنامج بقى كبير وبقى معقد وبيحتاج لايه؟ لهاي ليفل، لليفل اعلى من الاسمبلي لانجويج، مستوى اعلى. فمن نادرا ان انت تلاقي ابلكيشنز بايه بتكتبها في الاسمبلي. ليه؟ الاسمبلي يا جماعه بيحتاج وقت كبير قوي للكتابه وللمنتين، يعني للصيانه، صيانه البرنامج. يعني ايه؟ يعني حضرتك ممكن تكتب برنامج وتيجي تعمل له ران ما يشتغلش او يحصل فيه ايرور، فانت تعمل له مينتنانس ان انت تعالجه. لو البرنامج كبير جدا، يعني البرنامج اصبح مع تطورات العصر بقيت في لارج ابلكيشنز، يعني تطبيقات كبيره، فبتكتب برامج كبيره، فلما تيجي تشوف الايرور وانت كاتب برنامج كبير جدا، يعني كبرنامج مثلا 30 40 صفحه، هتعرف تجيب الايرور بسهوله؟ هيبقى صعب عليك قوي انك ايه تستكشف الايرور. طب لو احنا بقت البرامج تطورت بحيث ان البرنامج بدل ما يتكتب يبقى كبير يبقى صغير، يبقى سهل قوي انك تجيب الايرور، تديتكت الايرور. خدت بالك؟ فبقت الابلكيشنز بتاعتك لما زادت، التطبيقات بتاعت البرامج زادت، وبقينا في احتياج الى برامج متطوره وبرامج زياده مع تطور العصر، اصبح الاسمبلي لانجوج ده بالنسبه لنا اللي هو مش عملي قوي. فبيقول لك ان احنا انستيد الاسمبلي لانجوج بيستخدم لان هو اوبتمايز سيرتن سيكشن اوف ابلكيشن بروجرام، يعني اجزاء معينه بس من الابلكيشن بروجرام عشان تو سبيد اند تو اكسس كمبيوتر هاردوير. قال لك بقى ايه؟ ان الاسمبلي لانجوج لما بتكتب امبيدد سيستم بروجرام اند ديفايس درايفرز، طبعا كلمه امبيدد سيستم بنسمعها كتير، وكتير يقول لك انا تاخد كورس امبيدد ولا لا؟ الامبيدد بداياته هي المايكرو بروسيسور، يعني بدايه احتكاكك بالامبيدد سيستم هو المايكرو بروسيسور. ما معنى الامبيدد سيستم؟ الامبيدد سيستم يعني ان انت عندك سيستم هاردوير وبتبرمجه بسوفت وير. خلاص؟ زي مثلا ايه؟ اهو المايكرو بروسيسور اهو عندنا، ويتطور هذا الى المايكرو كنترولر.
بانواع. فهو ده الايه، ده الامبيدد سيستم بتاعك. والامبيدد سيستم ده مهم جدا، يعني مهم انك انت تتعرف عليه. يعني انت الكمبيوتر دوت اللي اتعمل، اتعمل ازاي؟ اتعمل عن طريق واحد فاهم هاردوير كويس وسوفت وير. فحضرتك لما تبقى فاهم الهاردوير ده شغال ازاي، والسوفت وير اللي بيشغله، البرنامج اللي بيشغله بيشغله ازاي، تقدر انت تبقى كده كانك عملت كمبيوتر. فكانوا يسمى بقى ايه، مايكرو كنترولر. بدل المايكرو كنترولر، بدل ما انت بتانترفيسز، يعني انت الكمبيوتر عندك انت بتعمل عباره عن ايه، كيسه وانترفيسز مع انبوت واوتبوت ديفايسز. الانبوت والاوتبوت ديفايسز دول عباره عن الماوس والكيبورد والمونيتور اللي هو الشاشه والسبيكر اللي هو السماعات، هم دول المايكرو كمبيوتر. انما المايكرو كنترولر عباره عن ايه، برضو كومبوننت بس انترفيسز مع سينسورز، مع استشعارات، حساسات، حاجه بتحس بحاجه. فكده ادالي امكانيه ان انا احس، السنسور ده بيحس بايه، بحاجه فيزيكال، بفيزيكال كوانتيتي، بكميات فيزيكال، كميات طبيعيه زي ايه، درجه حراره، ضغط، نسبه اكسجين في الدم، مش عارف إيه، حسب السنسور، انفراريد، خدت بالك. فانت قدرت تخلي كومبوننت انه انترفيس مع ايه، مع سنسورز، وتبرمج برضه، دخلت في هذا المجال بقى، ده ايه، انت كده اوير بالامبيدد سيستم. فهو بدايته المايكرو بروسيسور، بدايتك بس المايكرو بروسيسور بيقتصر على ايه بس، ان هو ان المفروض الكومبوننت بيتوصل على اساس نقول عليه مايكرو كمبيوتر، انه بيتوصل بايه، بكمبيوتر، بكمبيوتر اللي هو ايه، اللي هو الانبوت والاوتبوت ديفايسز بتاعتك ايه، ان هو بينترفيس مع ايه، مع ماوس، مع كيبورد، مع مع شاشه، مع برينتر، مع سبيكر، مع سبيكر. لكن انا عايز انترفيس مع حاجات حساسات، مع فيزيكال كوانتيتي زي سينسورز. سينسورز اللي هو ايه، اللي زي ما بقول تمبريتشر، سموكينج ديتكتور، حاجه بتديتكت الدخان، بتديتكت فايرنج، انفراريد، مش عارف ايه، بتوصل بحساسات، بتنترفيس مع حساسات، فبيقولوا عليه مايكرو كنترولر. شوية مايكرو بروسيسور، مايكرو كمبيوتر، مايكرو كنترولر، كل ده علم الامبيدد ايه، الامبيدد سيستم. وكل هذا العلم انت بتدرسه، تلاقي يقول لك الاسمبلي لانجوج والسي لانجوج الخاصه بيه. فانت بقى في انواع بقى بالمايكرو كنترولر، البيك مايكرو كنترولر والاي في ار، في الاول خالص ال 80 51 مايكرو كنترولر، بعد كده مين؟ جيت البيك مايكرو كنترولر، الاي في ار، بعد كده دلوقتي الارم، الراسبري باي اللي هو بيشتغل عن طريق البايثون. انت فهمت الفكره؟ فاللي واحد يقول لك انا باخد، اخد دبلومه امبيدد سيستم، هو بيديك كل ده، بيديك فيها ايه، بيديك المايكرو كنترولر بانواعها المختلفه، لان دي اهم حاجه في الامبيدد سيستم هي المايكرو كنترولر. بالنسبه للناس خلاص المايكرو كمبيوتر بالنسبه لك خلاص بقى حاجه ايه، هو جاهز. انت هتعمل كمبيوتر؟ يعني في حد هيروح يروح يعمل مايكرو كمبيوتر ليه؟ طب ما هو الكمبيوتر ده خلاص اتعرفت فكرته كله. لكن انت التفكير بتاعك انك تعمل مايكرو كنترولر، عشان انت اللي بتوصل بسنسورز خاص بالايه، بالشغل بتاعك، بحسب انت هتعمل شغل ايه بالظبط، تختار السنسورز. ودي اغلبيه المشاريع اللي بنشوفها، مشاريع التخرج بتاعت الطلبه بتبقى في هذا الاطار، بتبقى عباره عن ايه يا جماعه، بتبقى عباره عن مايكرو، هو شغله على مايكرو كنترولر معين. المايكرو كنترولر ده انترفيسز مع سينسورز حسب المشروع. السينسورز دوت المفروض ان انت بتنترفيس مع سينسورز، جات لك فكره مين، السمارت هوم، السمارت سيتي، السمارت يونيفرسيتي، كل حاجه سمارت جايه فكرتها منين، من مايكرو كنترولر مع سينسورز، مايكرو كنترولر مع سينسورز. طب انت دلوقتي عايز تلينك، يعني الداتا اللي وصلت لها، يعني انا مثلا عامل سمارت، وممكن سمارت كير سيستم. كير سيستم يعني ايه؟ يعني جهاز بيكشف مثلا لمريض عن نسبة الاكسجين في الدم، ونسبة السكر، وضغط الدم، والكلام ده كله. طب الداتا دي كلها اللي جمعها يوصلها ليك ازاي؟ انت مثلا واحد مريض، مثلا واحد مثلا ليه حد قريبه كبير في السن،
الراجل دوت بيعاني من حاجات يعني مثلا مشاكل صحية كتير، فانت عايز انك انت تتابع حالته الصحية وهو بعيد عنك، يعني هو في مكان معين وانت في مكان بعيد عنه. ففي حاجة المفروض انت مركب له مايكرو كنترولر مثلا عبارة عن زي اسويرة بتحطها على في ايده، المفروض ان الاسويرة دي هي عبارة عن مايكرو كنترولر تحتوي على مجموعة من متوصلة بسنسورز. السنسورز دوت بيعمل ايه؟ اول ما يجي مثلا زيادة مثلا في ضغط الدم، نسبة الاكسجين مش كويسة مش مظبوطة، السكر عالي، مش عارف ايه، الحاجات دي كلها السنسورز بيحسها. السنسور اللي متوصل بمين؟ بالمايكرو كنترولر. طب السؤال، طب طلع في مشكلة، التواصل بيك بيتم عن طريق ايه؟ زمان في المشاريع كان التواصل عن طريق ايه؟ رسالة اس ام اس على الموبايل. دلوقتي مع التطور في حاجة اسمها الاي او تي، انترنت اوف ثينجز، خدت بالك؟ فيبقى التواصل بدل ما بقى اس ام اس بقى عن طريق الايه؟ بقى عن طريق الانترنت اوف ثينجز، خدت بالك؟ اللي هو ايه؟ انترنت الاشياء. ويا ريت الناس تبحث في موضوع الانترنت اوف ثينجز، لانه موضوع ايه؟ شيق وفيه معلومات وفيه داتا كتير جدا. تمام. المهم يعني انا اللي عايز اوصل له ان المايكرو بروسيسور بدايتك لعلم الامبيدد سيستم. الناس اللي انترستد فيه تفهم البيزك وتشربه كويس، تقدر تكمل فيه في الباقي. يعني انت اتعب في الاول وابني في الاول صح واسس صح، تستكمل بسهولة ويسر بعد كده. طيب، فزي ما احنا كده بيقول لك الاسمبلي لانجوج بتستخدم دلوقتي لما بتكتب الامبيدد سيستم بروجرام والديفايس درايفرز وما نحو ذلك. فبيقول لك مثلا بيعمل مقارنة ما بين الهاي ليفل لانجوج، عمالين نذكر هاي ليفل واسمبلي. الهاي ليفل لانجوج هي قريبة من لغة الإنسان، من لغتك، يعني أنت تفهمها، يعني زي السي بلس بلس. لما أنا بقول لك اجمع رقمين أنت حضرتك بتكتب بلس، طب ما البلس دي إحنا عارفين، أنا وأنت وكلنا عارفين إن بلس دي إيه، هي الجمع. اطرح رقمين بتعمل ماينس، اضرب رقمين بتعمل عملية الستار، اقسم بتعمل عملية السلاش، كلها قريبة للغة بتاعتك. انما الاسمبلي قريبه من لغه الاله. لما بقى لو ليفل لانجوج قريب من الزيرو، بتبقى بالزيرو زول وانز، فتبقى دي قريبه، يبقى الهاي ليفل قريبه من لغه البشر، انما اللو ليفل قريبه من لغه الايه؟ الاله نفسها. طب ايه الفرق بينهم؟ حسب الابلكيشن. لو في بيزنس ابلكيشن بيعتمد على السوفت وير، يعني رحت شركه شغلها الشاغل البرمجه، ريتن فور سنجل بلاتفورم ميديم تو لارج سايز، يعني دلوقتي انت عندك ايه مثلا منصه معينه سنجل بلاتفورم شغاله بابلكيشن سوفت وير معين، مين المناسب، الهاي ليفل ولا اللو ليفل؟ الهاي ليفل بيبقى فورمال استراكشر، يعني التركيب بتاعه حاجه فورمال كده، بيبقى سهل انك انت تورجنايز، وسهل انك تعمل منتقل، يعني تصلح الغلط لايه، حتى لو السكشن بتاعك الكود كبير سهل تصلحه. ليه؟ لانه قريب من لغتك، فسهل تلمح الغلط. انما بالنسبه للاسمبلي لانجوج في هذه الحاله بيبقى مينيمال فورمال استراكشر، يعني الفورمال استراكشر اللي انا عارفها اقل ما يكون. يعني تلاقي مثلا عشان اجمع رقمين اطرح رقمين مش عارف ايه، اللغه مش قريبه من لغتك، بعيده عن اللغه بتاعتك، خلاص؟ فبتخليني عايز فيري ليفل اوف اكسبيرينس، خبره جامده جدا في الكتابه، يعني مبرمج خبير، ودي بتخلي في ديفيكالتس، يعني في صعوبات في عمليه الصيانه بتاعت الايه؟ الاكزيستنج كود، الكود اللي موجود عندك. ده لو انا بشتغل في سيستم ايه؟ سوفت وير. طب لو كان هارد وير ديفايس درايفر، لو كانت حاجه هارد وير، يبقى المناسب الاسمبلي ولا الهاي ليفل؟ هيبقى المناسب الاسمبلي. هنلاقي ان الهاي ليفل ايه؟ بالنسبه لحاجه هارد وير تلاقي ايه؟ لان انا الهاردوير ديفايس انا عايز حاجه لغه قريبه من الهاردوير، خدت بالك؟ فهي ايه؟ لانجوج ماي نوت بروفايد فور دايركت هاردوير اكسس، يعني زي ما انت مكتوب عندك اهو، اللغه مش مريحه بالنسبه لي، الصيانه بتبقى فيها صعوبه لو انت شغال على هاي ليفل لانجوج، في حين الاسمبلي ستريت فورورد وسيمبل بالنسبه لي للابلكيشن بتاع الهاردوير ديفايس درايف. يبقى الابلكيشن لما بيختلف
يعني ما بيبقى الابلكيشن هاردوير بيبقى الاسمبلي انسب من الهاي ليفل، لما الابلكيشن سوفت وير بيبقى الهاي ليفل انسب من مين؟ من الاسمبلي. طبعا بيقول لك ايزي تو مينتين، يعني سهل في الصيانه لما البروجرام يبقى قليل، اند ويل دوكيومنتد. طيب ايضا اهو بيكمل لك في انواع الابلكيشنز، البيزنس ابلكيشن لو بقى الابلكيشن متطوره قوي مالتيبل بلاتفورم مش سنجل، ديفرنت اوبريتنج سيستم انهي احسن؟ برضه الهاي ليفل. الفيري بروتابل، السورس كود كان بي ريكومبايل، تقدر تعيد كومبايليشنز اعاده كومبايلنج ليه ويز مينيمال تشينجز بتغيرات بسيطه، يعني انت لو عايز تعمل اي ابديت سهل لو اللي هو شغال على ديفرنت بلاتفورم لو انت شغال بالهاي ليفل لانجوج. بالنسبه للابلكيشنز اللي بيعتمد على مالتيبل بلاتفورم الهاي ليفل لانجوج مناسب. بالنسبه للاسمبلي في صعوبه، في عندي ديفرنت سينتاكس ايرور، في ديفيكالتي تو مينتين، يعني في صعوبه انك تعمل عمليه ايه تصحيح للايرور. طب بالنسبه للامبيدد سيستم والكمبيوتر جيم ريكواير هاردوير اكسس، لو انت محتاج هاردوير حاجه هاردوير عاليه قوي هيبقى برضو الهاي ليفل صعب جدا، تو ماتش اكسكيوتابل كود اند مي نوت ران افيشنتلي، ممكن اصلا ما تعرفش تعمله ولا يمشي بكفاءه عاليه. تيجي بالنسبه للاسمبلي لانجوج تلاقي ايديال، حاجه نموذجيه. ليه؟ لان اكسكيوتابل كود از سمول وبيران كويكلي. طيب ده بالنسبه للايه، للجزء الاولاني. بالنسبه بنعمل بس كده مقارنه بين الاسمبلي لانجوج والهاي ليفل ايه، الهاي ليفل ايه لانجوج. طب ندخل في الجزء اللي برضو الثاني من المحاضره، بيتكلم على الانتجر اللي احنا قلنا عليها، الانتجر ستورج سايزز، يعني اي الارقام الصحيحه احجامها قد ايه، واخده سايز قد ايه. احنا اتكلمنا قبل كده قلنا ان البايت بياخد 8 بيتس. على فكره الرقم يعني زي ما احنا قلنا الرقم انت بتمثله ب 8 بيتس، خلاص لو مثلته ب 8 بيتس خدت 8 بيتس على بعضهم دول تقول انهم اسمهم بايت. طب ماشي. طب الوورد قلنا انه 2 بايتس يعني 16 بيتس. مدينا بقى الكلام ده، لو قلت دبل وورد من المعنى كده باللوجيك، دبل وورد يعني الوورد اتضاعفت مرتين، اتضربت في 2، خلاص يبقى 16 في 2 ب 32. كواد وورد يعني رباعي، 4 وورد، 4 في 16 ب 64. طب عايزين نعمل جدول كده نحط فيه هذه البيانات اللي احنا لسه قايلينها. بنقول نوع الايه الاستورج unsigned بايت، يعني ايه unsigned؟ يعني ملوش اشاره، يعني مفيش نيجاتيف، بوزيتيف بس. طب لو هو 8 بيتس يبقى بيتراوح من كام لكام؟ اعرفها ازاي؟ من 8 اصفار، ده اقل رقم. طب 8 اصفار بالديسيمال يعني كام؟ يعني 8 اصفار بالديسيمال يعني كام يا جماعه؟ 2 اس 8 2 ايه؟ 8 اصفار يعني 2 اس 8؟ صفر يا دكتور. صفر. طيب 8 وحايد يعني كام؟ 2 اس 8. لا 8 وحايد مش يعني 2 اس 8، غلط. 8 وحايد مش يعني 2 اس 8، 255. اللي هي 2 اس كام؟ 2 اس كام؟ 7 تقريبا. لا 2 اس 8 ناقص 1. الله ينور عليك. ناقص 1. خلي بالك 8 وحايد دي يعني هقول لك على حاجه، 4 اصفار ل 4 وحايد، هو 4 وحايد يعني كام بالديسيمال؟ 256. يعني 4 وحايد، 4 4 4 اصفار ل 4 وحايد، 4 وحايد يعني كام بالديسيمال؟ يعني 255. ركز شويه، ركز شويه. 4 وحايد، 4 وحايد ده انا طب بلاش، 3 وحايد، 3 اصفار ل 3 وحايد يعني كام بالديسيمال؟ مفيش اسهل من كده بقى. اصفر سر 3 وحايد يعني كام؟ 7. 7 7 يعني مش اقل من 8 بواحد. يبقى 2 اس 3 ناقص 1. طب 4 وحايد يعني كام؟ ال 7 و8 كام؟ 7 و8 كام؟ 15. 15 مش يعني 16 ناقص 1 يعني 2 اس 4 ناقص 1؟ صح بالظبط. فانا لما اقول 8 وحايد يعني 2 اس 8 ناقص 1 بالمثليه اهي، خدت بالك؟ فخلي بالك من الحته دي، يبقى اول رقم 0 اخر رقم 255.
كاتبها لك باور اوف 2، كاتبها لك في بقيه اهي الجدول، اهي موجوده في الجدول العمود الثالث. شايف العمود الثالث في الجدول؟ ادد تمام. من صفر تمام. ل 2 اس 8 ناقص 1. طب الوورد unsigned word من صفر، لو وورد يبقى 16، 16 واحد، يبقى 2 اس كام يا جماعه؟ 2 اس 16 ناقص 1. ناقص احسب، واحد احسبها بالاله الحاسبه، هتطلع 65535. طيب دبل وورد من صفر ل 2 اس 32 ناقص 1. خلاص القاعده ايه؟ اتعرفت، اللي هي الرقم اللي مكتوب قدامك ده. unsigned quad word صفر ل 2 اس 64 ناقص 1، احسبها بالاله الحاسبه يطلع لك الرقم المكتوب عندك في الجدول في العمود الثاني. يبقى كده عرفنا الرينج اللي هو شغال بيه، يبقى حسب السايل. يبقى كده افتكر حاجه، يبقى لو انت شغال على unsigned بايت مسموح بيه ليك انك تختار الرقم ما بين 0 ل 255، لو unsigned word مسموح ليك انك تختار رقم من 0 ل 65535 وهكذا. واضح؟ طيب تمام يا دكتور. السايند بقى يعني ايه سايند؟ يعني ايه سايند؟ إشارة ايه؟ إشارة اشارة، يعني في اشارة يا نيجاتيف يا بوزيتيف. مين اللي بيحدد الاشارة؟ البيت الاخيرة اللي على الشمال، لو ب1 يبقى نيجاتيف، لو ب0 يبقى بوزيتيف. يبقى في بت اتحجزت لتحديد الاشاره. خلاص كده، يبقى ده السايند انت بقى. الانسايند مفيش بت محجوزه للاشارات، يبقى الثمانيه كلهم مستغلين. مثلا لو احنا شغالين على 8 بت، لو بنتكلم على 8 بت خلاص، لكن كده البت اللي على الشمال لو بواحد تبقى نيجاتيف، لو بزيرو تبقى بوزيتيف. مش خدناها دي في اللوجيك مع بعض؟ فاكرينها ولا لا ناسيين؟ ها؟ أنا نسيت. لا، احنا كنا بنقول ان القيمه النيجاتيف، يعني الرقم ده نيجاتيف، ايه اللي يحدد انه نيجاتيف او بوزيتيف؟ آخر رقم اخر رقم على واحد الشمال. يبقى زيرو، آه، لو زيرو يبقى ايه؟ لو زيرو تبقى بوزيتيف، ولو واحد يبقى وواحد نيجاتيف، نيجاتيف. اللي مكتوب قدامنا اهو، اللي هي الموست سيجنيفيكانت بت اللي على الشمال. طيب انا لو عندي رقم في حاجه اسمها التوس كومبليمنت، اللي هي بتديني النيجاتيف بتاع الرقم، كنت بجيبها ازاي التوس كومبليمنت دي؟ حد يفكرني بالتوس كومبليمنت كنا بنجيبها ازاي؟ بثبت الواحد وأغير اللي بعد الواحد يا دكتور. مش كلامك يعني تثبت انهي واحد بالظبط؟ أول اول واحد واحد على يمين. اليمين، ايوه. لا، أول واحد يبقى يقابلني مع تقول اليمين. الكلام مظبوط، بس انت كده محدش هيفهم انت بتقول ايه. يعني بتقولي بتثبت الواحد، فين الواحد اصلا؟ انت بتمشي من اليمين تنزل الارقام زي ما هي لحد ما يقابلك الواحد، تنزله وتعكس اللي بعده. لازم تتقال كده يعني عشان تعمل التوس كومبلمنت، وده الطريقه السريعه. في ناس بتعملها بالطريقه البطيئه. بتعملها ازاي؟ بتجيب الوانس كومبلمنت وتجمع واحد. الوانس كومبلمنت بتجيبها ازاي؟ ها، بتجمع الأولاني عادي فوق عادي، وبعدين بعد ما الوانس تجمعه كده. كومبلمنت يا جماعه ركزوا في السؤال، انا بسأل سؤال بتجاوبوا على حاجه تانية خالص. انا بقول الوانس كومبلمنت عباره عن ايه؟ بتقولي نجمع واحد. لا الوانس بنجمعهم يا ابني يعني مفيش جمع زي خالص، وانس كومبلمنت هو ايه الاول بضيف عليه واحد يا ابني؟ بواحد تضيف وصفر. برضه، يعني انا بقول لك ما تقولش بنضيف عليه واحد، بتقولي بنضيف عليه واحد. خلاص انت حافظ دخل تسمع؟ ما نفهم السؤال ونركز ونجاوب على اساسه. انا بقول يعني ايه وانس كومبلمنت؟ ها، نجمع عليه واحد. هيقول لي تاني كده بقى؟ مش معقول. بالعكس، ايه؟ الصفر واحد الواحد. ايوه هو ده، بتعكس الزيرو يبقى 1 وال1 يبقى 0، وبعد كده تجمع عليه واحد عشان تجيب التوس كومبلمنت. يعني تجمع عليه واحد دي لسه، انا بقول ايه هو يعني بقى نقدر نجيب التوس كومبلمنت بان احنا نجيب الوانس الاول ونجمع واحد على الناتج. ازاي نجيب الوانس؟ انك تعكس كل حاجه، الداتا اللي عندك تعكسها وبعدين تجمع عليها واحد. خلاص؟ وده اللي موضحه لك في هذا الايه؟ في هذا المثال اهو. قايل لك هنا ده الستارتنج فاليو اهي. عملت ريفيرس يبقى عملت الوانس كومبلمنت، جمعت واحد بعد كده.
ممكن بضربة واحدة انك تعمل زي ما قلنا في الاول، انك انت تبدأ من ناحية اليمين وتمشي لحد ما تقابل الواحد، تنزله وتعكس اللي بعده، تمام كده؟ طب افرض ان انا عندي الصورة بتاعتي في الهيكسا ديسيمال، عايز احولها للتوس كومبليمنت، نعمل ايه؟ ها؟ هتروح، انا مستني بس الاجابة الغريبة، هنعمل ايه؟ ها؟ نعمل ايه يا جماعة؟ لو انا عندي هيكسا، النظام في الهيكسا ديسيمال، عايز اجيب التوس كومبليمنت بتاعه، اعمل ايه؟ حاول البين انا اول يا دكتور. حلو، الطريقة دي طويلة قوي، كلامك صح بس طويلة، في طريقة سريعة. قال لك طب ما تجيب المتمم للهيكسا ديسيمال وبعدين اجمع عليه واحد. المتمم يعني ايه؟ المتمم يعني كأنك جبت الوانس كومبلمنت، ما انت في الباينري لما بتعكس الزيرو بقى 1 وال1 بقى زيرو كأنك عملت المتمم. يعني ايه المتمم؟ يعني كملته لايه؟ يعني شفت هو فاضل له قد ايه عشان يوصل لاخر رقم. يعني بمعنى انا في الهيكسا ديسيمال دلوقتي الفور ديجيت دول 6 ايه 3 دي، الدي دي فاضل لها قد ايه عشان توصل للاف؟ مش اعلى حاجه اف؟ فاضل لها قد ايه؟ اتنين. اتنين، اهو الاتنين اهي، يبقى ده المتمم، يعني ده وانس كومبلمنت. التلاته فاضل لها قد ايه؟ هتقول لي صعبه شويه، طب التلاته فاضل لها قد ايه لل 15؟ 12. 12 12 اللي هي كام بالهيكسا؟ سي، تي سي اهي السي. طب الايه فاضل لها قد ايه لل 15؟ الاف، خمس اهي. السته فاضل لها قد ايه للاف؟ تسعه. بعد كده تجمع الكلام ده واحد، الواحد يعني بتجمع على الرقم اللي على اليمين بس، الاثنين بقت ثلاثة وتسعة خمسة سي ثلاثة، اتعملت في خبطة سريعة. فدي أسرع، مش كل حاجة نمشي بالإيه؟ بحاجة يعني نيجي نقول لا احنا هنقوله باينري وبعد نفكر شوية عشان نسهل على نفسنا. التفكير يسهل. طب تسعة خمسة سي ثلاثة، برضو المتمم للتلاتة بقت سي، السي المتمم ليها تلاتة، الخمسة متمم ليها ايه، التسعة المتمم ليها ستة، اجمع عليها واحد، السي جمعت عليها واحد بقت دي، والباقيين زي ما هم. ال 21 اف زيرو، الزيرو المتمم ليها اف، الاف المتمم ليها هي اف اصلا، يبقى زيرو. الواحد فاضل لها قد ايه؟ اي. الاتنين فاضل لها قد ايه؟ دي، اجمع عليها واحد. خلي بالك اف زائد واحد بقى المفروض صفر ويتبقى واحد، واحد وصفر يتبقى لي ايه؟ يديني واحد. خلي بالك ان التو ديجيت هنا، بصيت على التو ديجيت، لان اف زائد واحد انا الاف ده اخر رقم، فلما اجمع عليه واحد يديني مين؟ يبدا من الاول من الزيرو وبعدين ايه؟ كاري وان. لازم تتعود على الحته دي، هي دي بس اللي فيها ايه؟ لفه شويه. اللي بعدها برضو دي اي 1 0، الزيرو المتمم ليها اف، الوان المتمم ليها اي، الاي بقت 1، الدي بقت 2، اجمع عليها 1، الاف زائد 1 ب 0 يتبقى 1، 1 واي يبقى اف، والاثنين 1 ينزلوا زي ما هو. ها؟ قلتها بسرعة ولا الأخبار فيها إيه دي؟ سهلة أهي. مفهوم مفهوم يا دكتور. تمام يا ركز، دكتور. طيب ركزوا برضو فيها، لو في أي حاجة إيه؟ شوفوها تاني، ما فيهاش مشكلة. بيأكد لك أي رقم أنت صدر سيادتك بتعمل له التوس كومبليمنت بتاعه كأنه في الأصل كان، يعني أنا لو جيت قلت لك رقم زي ده، ده نيجاتيف ولا بوزيتيف اللي فوق ده؟ نيجاتيف ليه؟ آخر واحد الآخر واحد على الرقم. الشمال، اللي على الشمال واحد. طب اجيب قيمته ازاي؟ نيجاتيف كام؟ اعرفها ازاي؟ اعمل ايه عشان اعرف هو نيجاتيف كام؟ اعمل ايه اول خطوة؟ حاولت تسكن بنا. الله ينور عليك، تحوز للتوس كومبليمنت، وبعد ما تحول للتوس كومبليمنت تعمل ايه؟ تقول ده نيجاتيف كذا. فطبعا تحويله للتوس كومبليمنت بالطريقة السريعة، ادي 4 اصفار، ونزل الواحد واعكس اللي بعده يديك اهو. هو عملها بالطريقة الطويلة، جاب الوانس كومبليمنت وجمع عليها ايه؟ جمع عليها واحد. طيب عايزين بس نقول اخر حاجه بقى نقولها عشان نكون خلصنا الموضوع بتاعنا، ونبدا المره الجايه في الايفولوشن، التطورات بتاعه المايكرو بروسيسور. بالنسبه للسايند نمبر، لو انا عايز اقول بدايته كام ونهايته كام، انا لما كنت بتكلم على السايند الان سايند نمبر كنت بقول بدايتي مثلا لو هو 8 بيتس من 0 لكام؟ ل 255، اللي هي من 0 ل 2 اس 8 ناقص 1.
طب افرض ان هو سايند، يعني دي اشاره، بدايته يبقى كام؟ ها بدايته هتبقى سالب 128. سالب، اول رقم سالب 128، وينتهي عند كام؟ عشان في زيرو في مية سبعة النص وعشرين ما يبقاش بوزيتيف 128، مش في سيمترية هنا، لان في زيرو في النص، ينتهي عند 2 اس 7 ناقص 1 وليس 8، لانك عندك 7 بيتس. ونفس الكلام بالنسبه للساين وورد والساين دبل وورد والساين كواد وورد، باعتبار ان الوورد كام؟ هتبقى ال 32، فانت قسمتها خليتها سوري الوورد 16، فانت اشتغلت على 15 بس، عشان اخر واحد على الشمال خدته للايه؟ حجزه للساين. فاخرك 2 اس 15 ناقص 1، الدبل وورد 2 اس 1 و30 ناقص 1، الكواد وورد اخرك 2 اس 63 وليس 64 ناقص 1. تمام يا جماعه كده؟ تمام يا دكتور. في اي اسئله، اي حاجه واقفه معاك؟ لا كده تمام يا دكتور. تمام. طب هعمل سيفنج بقى المحاضره، بس هي المحاضره رقم 2.